السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سوسو للطبخ. اليوم إن شاء الله غنديروا أربعة أنواع من العصائر بنكهات مختلفة غير مكلفة، والأهم أنه دائما متوفر في الثلاجة أو في المنزل ديالكم لضيوف الغفلة. غنبداو بالعصير الأول. بالنسبة للمكونات غنحتاجوا البرقوقة واحدة مقطعة على هذا الشكل، ثم السكر الأسمر ولا السكر الأبيض، ثم عصير البرتقال. إذن في مطحنة كهربائية غادي نحطو داك البرقوق المقطع قطع صغيرة، ثم غنضيفو ليه السكر. بالنسبة لعصير البرتقال الكمية كتبقى على حسب الأشخاص اللي عندكم في البيت، ثم نضيف السكر وغادي نطحنو هذا الخليط. الا شفتوا ما بغاش يطحن غتضيفوا القليل من الماء، ما خصكمش تضيفوا بزاف ديال الماء، القليل فقط باش يطحن. ثم غناخذوا هذه المكعبات ديال الثلج اللي كيكونوا في المجمده وغادي نعمروهم بهذاك الخليط اللي عندنا. ثم غادي نخليوهم حتى يجمدوا. منين بغيو نحطوا العصير او منين يجيو عندنا الضياف على غفله قد يكون عندنا عصير ديال البرتقال غادي نعصروه بطبيعه الحال. ثم غادي ناخذ دوك المكعبات ديالنا ديال الثلج وغادي نضيفوهم العصير البرتقال. بالنسبه للبرقوق كنعرفوا بانه كيتواتى مع عصير البرتقال. ممكن ديروا قنينه كبيره فيها العصير البرتقال وديروا فيها مكعبات الثلج. هنا كمثال انا درت اربعه المكعبات، ولكن هو مكعب واحد ولا جوج كافيين بالنسبه لكاس كبير من عصير البرتقال. ده في الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال العصير الاول. ومني كيذوب هذاك الثلج حتى الكميه ديال العصير راه كتزاد، لذلك ما تعمروش الكاس بزاف بالعصير البرتقال، كيولي على هذا الشكل والمذاق جد جد رائع. غنمشيو للعصير الثاني. المكونات ديال العصير الثاني هي قطع من المانجا وشويه ديال البطيخ الاصفر والسكر الاسمر. شتو مكونات قليله جدا، ثم عصير البرتقال نفس الشيء. اذا غناخذوا المانجا مع البطيخ، ممكن تستعملوا واحد فيهم، يا اما المانجا يا اما البطيخ الاصفر، ماشي من الضروره بجوج. ثم نضيف السكر الاسمر، ممكن تستعملوا كذلك الفريز او التوت. ثم نفس الطريقه كناخذوا المكعبات ديال الثلج ديال المجمده ونضع فيها العصير، وبطبيعه الحال ما تضيفوش الماء للعصير باش يبقى هذا هو الاساس ديال العصير. نفس الشيء غادي نحط المكعبات من بعد ما كيجمدوا وكنقدموا العصير على هذا الشكل. اذا هذا هو العصير الثاني. بالنسبه للعصير الثالث هو عصير ميكس، يعني غنخلطوا العصير اللي فيه المانجا والبطيخ مع مكعبات ديال البرقوق وكيجي مذاق رائع. بالنسبه للعصير الثالث غنحتاجوا الاوراق ديال النعناع فقط، غير الاوراق، ثم السكر الاسمر او الابيض، ثم عصير الليمون الحامض. الليمون عصير الليمون الحامض خصو يكون مخلوط بطبيعه الحال مع الماء، غتحتاجوا غير الوحده كامله ولا جوج غادي دير لكم عصير فيه لتر ونصف واكثر. ثم بالنسبه للنعناع ضروري نضيفوا الماء والسكر باش يطحن لنا الخليط. ملي كيطحن نفس الشيء كناخذ المكعبات ديال الثلج وكنعمروهم. اذا هذا العصير ديال النعناع مع الليمون الحامض ولا مع الحامض راه كيجي جد منعش، والاهم انكم ممكن ديروا فيه كميات كبيره، لان بالنسبه للليمون الحامض اقتصادي كنحتاجوا غير شويه. كناخذوا داك العصير، اذا الليمون الحامض كنزيدوا فيه الماء والسكر كذلك، وكنضيفوا المكعبات ديال الثلج ديال النعناع. ثم
إذن هذا هو الشكل النهائي ديال العصير الرابع، عفوا العصير الثالث، لأن الرابع كان ميكست بين عصير البرقوق وعصير البطيخ والمانجا، وكيتقدم على هذا الشكل. نتمنى تكون عجبتكم الحلقة ديال اليوم، وشكرا على المتابعة.